دمعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. لما نزل الإذن بالقتال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرس الطرق كلها من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى تجارتهم بالشام، وبدأ يرسل السرايا سرية بعد أخرى. في السنة الأولى من الهجرة أرسل سرية فيها حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله إلى قافلة عليها أبو جهل، لكن لم يحصل بينهما قتال. وكذلك أرسل سرية بقيادة عبيدة ابن الحارث، وفي رجب في نهاية الشهر أرسل إلى منطقة تسمى نخلح سرية عليها عبيد الله بن جحش. فلما أرسل هذه السرية وكان آخر يوم في يوم رجب، اختلف الصحابة هل نقاتلهم أو لا نقاتلهم، لأن اليوم آخر يوم في رجب، ورجب شهر حرام لا يجوز القتال فيه. قال بعضهم ربما انتهى الشهر ودخل ما يليه، وقال الآخرون وربما أكمل الشهر 30 يوما. فاختلفوا، قالوا إن تركناهم اليوم هربوا منا ودخلوا للحرم، وإن قاتلناهم أصبناهم. فاستقر الرأي عندهم أن يبدأ القتال، وفعلا حصل قتال، وقتل أحد المشركين وأسر اثنان. فسمع المشركون بهذا فنشروا في جزيرة العرب أن محمدا لا يراعي الأشهر الحرم، وأنه لا يقدسها، وأنه لا يحرم القتال فيها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم، نحن نقركم أننا لا نقاتل في هذه الأشهر الحرم، لكن ما تفعلونه حلال؟ من صد عن سبيل الله، من إخراج الناس من بيت الله، من منعهم عن الطواف بالحرم، هل هذا حلال؟ إذا كان القتال حراما فكيف بالكفر بالله وإلزام الناس بالكفر بالله عز وجل؟ وكفر به وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به، أليس هذا أعظم من القتال في ذلك الشهر؟ والفتنة أكبر من القتل، أي فتنة الناس عن دينهم أكبر من قتلهم. ثم أرجع النبي الأسيرين وأعطى دية المقتول، وبدأت السرايا سرية بعد أخرى. وأنزل الرب عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بدأت آيات القتال تتنزل شيئا فشيئا. أما المنافقون الذين اندسوا بين الصفوف، الذين أظهروا إيمانهم في بادئ الأمر، ما كانوا يظنون أن الأمر فيه قتال وفيه دماء وفيه سيوف وفيها فتن، ما كانوا يظنون الأمر هكذا. ظنوا الإسلام فقط صلاة وصيام وبعض العبادات الظاهرية، فلهذا دخلوا في الإسلام ظاهريا. لكن لما نزل القتال فإذا
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وكأن الموت نزل بهم لما سمعوا آيات القتال وبدأت السرايا وسمعت العرب بهذا وعرف الناس أن هناك قوة جديدة بدأت في جزيرة العرب قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانت طوال تلك الفترة إلى بيت المقدس ومع هذا كان النبي ينظر إلى السماء يحب أن تتغير القبلة إلى بيت أبيه إبراهيم الذي بناه منذ آلاف السنين لكن الإذن من ربه إلى الآن ما أتى حتى جاء شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فأنزل الرب عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحول من بيت المقدس إلى تلك الكعبة التي شرفها الرب عز وجل حتى أن الصحابة كانوا يصلون صلاة فجاءهم المنادي يقول لهم إن رسول الله أمرنا أن نحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فلم يتردد الصحابة أبدا بل وهم في الصلاة حولوا قبلتهم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة تكلم هنا بعض المنافقين واليهود أخذوا يثيرون الشكوك حول الإسلام والمسلمين يقولون كيف هذا سنوات يصلي إلى بيت المقدس ثم الآن يحول القبلة إلى الكعبة هذا لعب في الدين إن كانت القبلة الأولى على حق فالآن هو على باطل وإن كان الآن على حق فهو قديما كان على باطل أخذوا يثيرون الشكوك بين الناس والرب عز وجل سماهم سفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها والرد على أولئك أن القبلة الأولى لله والقبلة الثانية أيضا لله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا التحول كان اختبارا كانت فتنة لأهل الإيمان ليعلم الرب عز وجل من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله بعض الصحابة جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله لنا إخوان كانوا يصلون إلى بيت المقدس ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة ما حكمهم وما حكم صلاتهم سمى الرب عز وجل الصلاة هنا إيمانا وأخبرهم أنه لن يضيع هذه الصلاة سواء صلوها على القبلة الأولى قبل النسخ أو على القبلة الثانية وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فترة من فترات التشريع في هذا الدين في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة
علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك قافلة تجارية خرجت من مكة إلى الشام، وعلم أنها ستعود مرة أخرى، قافلة كبيرة فيها 1000 بعير محملة بأقتابها وأحلاسها وأموالها، وعليها أبو سفيان بن حرب. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بهذا، وقال لهم: اخرجوا إلى هذه العير، إلى هذه القافلة، فإن فيها أموال قريش، أموالهم التي سلبت منهم. قال: لعل الله أن ينفلكموها، لعلكم تحصلوا على هذه الأموال، فقد سلبت قريش منكم أموالكم. فخرج الصحابة ببعض سلاحهم، لم يكونوا يتوقعون قتالا، فالقافلة تجارية أصلا، فلم يخرج منهم إلا 310 نفرا، والأكثرون جلسوا، ولم يكن فيهم إلا فارسان: الزبير بن العوام والمقداد ابن أسود، وبعضهم جلس لأن النفير لم يكن عاما. خرج الجيش من المدينة، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللواء لمصعب ابن عمير، وقسمهم إلى فرقتين: المهاجرون والأنصار. أما المهاجرون فعليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأما الأنصار فعليهم سعد بن معاذ. علم بالخبر من؟ أبو سفيان، فأرسل رسولا مسرعا إلى مكة يحذرهم أن الأموال ستسلب، ولم يكن رسول الله ولا أصحابه يتوقعون هذا. فجاءهم الرسول اسمه ضمضم الغفاري، أسرع إلى مكة فشق قميصه وصرخ بالناس: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة، اللطيمة. فتجمع الناس: ما الخبر؟ قال: أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، الغوث، الغوث. فثار الناس في مكة، كل منهم يتجهز للقتال، ويقولون: أيظن محمد وأصحابه أنها ستكون كعير بن الحضرمي؟ أيظن أننا بهذه السهولة تسلب أموالنا؟ والله ليعلمن محمد وأصحابه من القوم. وتجهزت مكة كلها بسلاحها ورجالها وقادتها وفرسانها، 1300 رجل، كل أشراف قريش خرجوا، تخلف من؟ أبو لهب، تعذر بعذر وأرسل مكانه رجلا. أراد أمية بن خلف أن يتخلف فجلس، فجاءه عقبة بن أبي معيط صاحبه، فقال: يا أمية استجمر، يعني تطيب وتزين، فإنما أنت من النساء. قال: ولم تقول هذا؟ قال: لا يتخلف عن القتال إلا النساء. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. فقام أمية وجهز نفسه، لم يبق من السادة والأشراف أحد. جاءهم إبليس بنفسه بصورة سراقح ابن مالك، فقال لهم: أيها الناس، إنكم اليوم غالبون، وأنا جار لكم من كنانة، كنانة لن تقترب منكم، خرجوا لقتال محمد وأصحابه، فإنكم اليوم منتصرون. أخذ يحرضهم ويشجعهم وينفخ فيهم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وإذا بالناس يتشجعون، وإذا بهم يتجهزون. أبو سفيان وهو يعود بالقافلة كان حذرا متوجسا، أرسل بعض المستكفين في الطرق، فإذا به يعلم أن الطريق الرئيسي قطعه محمد وأصحابه. أبو سفيان ماذا فعل؟ اتخذ طريقا آخر، طريق الساحل، ليفر بالعير وبالقافلة 1000 بعير لا يحرسها إلا 40 رجلا، لا يستطيعون أن يقفوا أمام محمد وأصحابه. فلتت العير، فأرسل رسولا إلى مكة يخبرهم أننا فلتنا وأن محمدا لم يدركنا. جاء الخبر إلى من؟ إلى كفار قريش، وقد جهزوا 1300 مقاتل بسلاحهم وعتادهم. فلما وصل الخبر إلى قريش أرادت العودة والرجوع، فنفخ فيهم إبليس، شجعهم مرة أخرى: تقدموا وقاتلوا، فإنكم اليوم غالبون، هذه فرصتكم. فقام فيهم أبو جهل خطيبا
قال والله لا نرجع أبدا بل نسير إلى بدر فنمكث فيها 3 أيام ننحر الجزور نطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف القيان وتسمع بنا العرب ولا تكونوا كالذين خرجوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورئاء الناس أهم شيء عندهم السمعة بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وهكذا خرجت قريش فإذا بالأخنس ابن شريق زعيم بني زهرة ينسحب وانسحب معه 300 رجل فبقي 1000 مقاتل يتوجهون إلى بدر جيش المسلمين يتحرك كان يتمنى ويريد أن يدرك عير أبي سفيان لكنه علم أن العير فلتت وإنه لابد من المواجهة مع جيش أبي جهل والقتال ولم يكن جيش المسلمين مستعدا لهذا جمع النبي أصحابه وأهل الرأي فيهم قال أشيروا علي أيها القوم ماذا أفعل ماذا نصنع رجعنا إلى المدينة هاجمونا فيها وإن واجهناهم لم نكن مستعدين لهذا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أيها القوم أشيروا علي ماذا أصنع وماذا أفعل قام أبو بكر فأحسن الكلام فأثنى النبي عليه ثم قام عمر رضي الله عنه فأحسن الكلام فأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ثم قام المقداد بن عمر فأحسن الكلام وقال يا رسول الله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والله لو سرت بنا حتى برك الغماد لسرنا معك نقاتل دونك يا رسول الله فسر النبي بهذا لكنه قال أيضا أشيروا علي أيها القوم يريد من؟ يريد الأنصار 3 من المهاجرين وهو يريد رأي الأنصار فالأنصار بايعوا النبي على القتال في المدينة لم يبايعوه على القتال خارج المدينة أشيروا علي أيها القوم ففهم لهذا سعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله قال أجل أريدكم أنتم قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وبايعناك يا رسول الله بايعناك أي بايعناك على القتال وبايعناك على الإيمان ولك منا السمع والطاعة فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد سعد بن معاذ يتكلم عن نفسه وعن الأنصار جميعا يقول والله ما تخلف منا رجل واحد وإنا لا نكره أن نلقى العدو غدا وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا خيرا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال سيروا سيروا وأبشروا فإن الله عز وجل وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أرى مصارع القوم لكأني أرى مصارع القوم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كانوا يتمنون عير أبي سفيان وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وهكذا
سار جيش المسلمين. وتحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جيش المسلمين باتجاه بدر، ونزل قريبا من بدر، وعسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، ثم ذهب مع صاحبه أبي بكر يستكشفان المكان ويستطلعان الأمر. فوجد النبي شيخا كبيرا من العرب، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله سؤالا، قال: أيها الرجل، أخبرنا عن قريش وجيش قريش، وأخبرنا عن محمد وأصحابه. فقال الرجل: وممن أنتما؟ قال: لن نخبرك حتى تخبرنا. وسأل النبي عن نفسه وعن أصحابه حتى يعمي عليه، فالحرب خدعة. فسأل الرجل: وممن أنتما؟ قال: لن نخبرك حتى تخبرنا. قال: أوذاك بذاك؟ قال: نعم ذاك بذاك. فقال الرجل العربي، وكان عالما خبيرا بالمسير وبالسفر وبالطرق وبمشي الناس، قال: أخبرت أن قريشا خرجت في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن بمكان كذا. أخبر النبي بمكان قريش. قال: وأخبرت أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن في مكان كذا وكذا. فأخبر النبي بمكانه وأخبره عن مكان قريش، ثم سأله، أي الرجل العربي الشيخ العربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ممن أنتما؟ فقال النبي: نحن من ماء، نحن من ماء. ثم غادر النبي والرجل يسأل: وأي ماء هذا؟ أهو ماء العراق؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد الماء الذي خلق الإنسان منه، فكل إنسان جاء من ماء. فأخبره بهذا ليعمي عليه من هو ومن صاحبه. رجع النبي إلى معسكره وإلى جيشه، ثم لما أمسى المساء أرسل ثلاثة يستطلعون الأمر: علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص. أرسل النبي أولئك الثلاثة يستخبرون الأمر ويستكشفون المكان. فوصلوا إلى بئر في بدر، فوجدوا غلامين يستسقيان من البئر، يجلبون ماء من البئر، فمسكوهما وألقوا عليهما القبض، اثنان غلامان. فسئل: من أنتما؟ قالوا: نحن نسقي لقريش. فجاءوا بهما إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فوجدوا النبي يصلي. فمسك الغلامين، قالوا: لمن تسقيان؟ قال: نسقي لقريش. فضربوهما. قال: نسقي لقريش. فضربوهما. وكأن الصحابة لم يكن يريدان هذا الجواب، كان يريدون أن يقول الغلامان: نحن نسقي لأبي سفيان. أراد الصحابة ولا زال في قلوبهم أن يحصلوا على جيش وعير أبي سفيان، فضربوهما حتى قال الغلامان: قال: نحن لأبي سفيان. فتركهما الصحابة. فلما قضى النبي صلاته قال: لما صدقاكم ضربتموهم، ولما كذباكم تركتموهم، هما لقريش. ثم جاء النبي يسأل الغلامين، قال: أين القوم؟ قال الغلامان: هم وراء هذا الكثيب في العدوة القصوى. قال: وكم القوم؟ قال: كثير. قال: كم عدتهم؟ قال: لا ندري. الغلامان لا يدريان. قال النبي لهما: كم ينحران؟ قالوا: يوم ينحرون تسعة من الإبل،
ويوم ينحرون عشرة، فقال النبي لأصحابه هم بين التسعمائة والألف، عرف النبي عدتهم. ثم قال لهما من فيهما من الأشراف؟ فقال الغلامان عتبة وشيبة بن ربيعة، أبو البختري، أمية بن خلف، حكيم بن حزام، فلان وفلان. فقال النبي أيها الناس إن مكة ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر مع أصحابه، وعسكروا عند بئر من الآبار، فقام إليه الحباب ابن المنذر فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل لا نتقدم عليه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن ليس هذا بمنزل يا رسول الله، ننزل عند أدنى بئر من القوم فنغور ما عداه، يعني نخرب ما عداه، ثم نبني حوضا ونملأه ماء فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون. فابتسم النبي وقال نعم الرأي، الرأي رأيك. وأخذ النبي برأيه لأن وأمرهم شورى بينهم. ثم جاء إليه سعد بن معاذ قال يا رسول الله نبني لك عريشا مقرا تجلس فيه ليخطط للمعركة وينظم للمعركة مقرا للقيادة. فاستحسن النبي الرأي فبنوا له مقرا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يجلس فيه يخطط للمعركة. ثم جاءت فتية شبيبة من الأنصار يتطوعون لحراسة النبي، يلتفون حوله وحول مقر قيادته يحرسونه، فهو قائد المعركة وهو إمام هذه الأمة. ثم بعد أن نظم الجيش وأعطى كل واحد منهم مقره، مكانه، الميمنة، الميسرة، المقدمة، المؤخرة، وأعطى كل واحد وظيفته، أخذ يرفع المعنويات وقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يبين مصارع القوم، وارتفعت المعنويات. وفي المقابل كفار قريش قد عسكروا قريبا منهم في بدر وحاولوا الوصول إلى البئر ليشربوا فلم يستطيعوا، وكلما اقترب واحد منهم قتل، وكلما أراد رجل منهم أن يشرب صرع إلا حكيم ابن حزام، لأن الله سيقدر له أنه سيسلم. وبات الجيش، جيش مكة، خائفون وجلون، مع أنهم أكثر عددا وأكثر عتادا وعدة وقد جهزوا أنفسهم للقتال. أرسلوا رجلا منهم اسمه عمير ابن وهب يستطلع جيش المسلمين، فرجع قالوا ماذا رأيت؟ قال هم 300 يزيدون أو يقلون، يعني بين هذا العدد. ثم قال يا معشر قريش والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت، أي الموت معهم، والله لن يموت أحد منهم إلا ويقتل رجلا منكم. انظروا للمعنويات. فدب الرعب والخوف في الصفوف، فقام حكيم بن حزام يريد أن يسحب الجيش، يريد أن يتراجع، معنويات في الأرض ونفوس خارت قواها. فإذا بحكيم يذهب إلى عتبة قال يا عتبة اقنع الناس وأخبر الناس لنتراجع. فقام عتبة في القوم قال على ما تقتلون الناس؟ قال أن يقتل أحد منكم واحدا منهم فلا يزال الرجل ينظر في وجهه طوال حياته، قتل ابن عمه أو قتل ابن خاله، لم تقتلون؟ دعوا محمدا والعرب. سمع أبو جهل بهذا فغضب وقال عن عتبة انتفخ سحره لما رأى محمدا. ثم ذهب أبو جهل الخبيث يريد القتال، في قلبه حقد على رسول الله، فذهب إلى رجل اسمه عامر قتل أخوه قبل هذا، قال نظرت إلى ثأرك الآن بعينيك؟ وعتبة يريد أن يضعف الهم ويخور الجيش، فقام عامر
إلى الناس وهو يقول وعمراه وعمراه، يصرخ يتذكر ثأر أخيه. فثارت مرة أخرى قواهم وإذا بهم يستعدون للقتال. حل الليل، أي ليلة؟ ليلة 17 من شهر رمضان، وكانت ليلة جمعة من السنة 2 للهجرة. جيش المسلمين عسكر، جيش الكافرين عسكر، ظل النبي قائما يصلي طوال الليل، وأنزل الله على المؤمنين النعاس لتهدأ أنفسهم، ثم نزل المطر رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرين. إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إنها ليلة صبيحتها أعظم معركة في تاريخ هذه الأمة. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام.